لا حول ولا قوة يا جماعة، الموتر واقف وهو واقف انقطع، أنا متأكد إن الموضوع فينا لأنه يعني مو طبيعي اللي قاعد يصير، لكن حصل خير والغلط على ما يقولون وارد، واللي صدام الله يهديه طلع الكامري. شحن تزينين شعرك أنت؟ والله بطلع مع واحدة من البنات. أيوه أيوه ترى شحن تزين؟ إيه قلها قبل شوي قل. عادي دس جراند ماذر أنت؟ والله العظيم انت والله اللي جراند. لا والله منو جراند مدر، انا صغير شوي بيبي فيس ويش زيني. من هي البنت اللي بتطلعين معه؟ ايش دخلت بصديقاتك؟ انا رجال بيت هنا، من البنت تطلعين معه؟ شو؟ ايش تبين انت؟ ايش قلت؟ انا رجال بيت. بعيدن علشان ابك والله. يلا بس. لا تخليني اعصب، لا تخليني اعصب، والله اذا عصبت يلا عصب. والله اذا عصبت مو بزين. يلا عصب. يلا يلا اتحداني. يلا تحداك تعصب. انا عصبت. امي قلب البيت حديقة حيوان. كم كان عندك قطو قبل بالبيت ما شاء الله؟ كان عندي الدور الثالث فاضي. ايوه. كان في 45 بسه. ما شاء الله تبارك الله. قاعدين عندي سنه. ايوه. احبهن والله. ايوه بس مو 45 هو. والله. واحد اثنين ثلاثة بالكثير اربعة 45. طب اعلمك ليش؟ ليش؟ هن كان تقريبا 10 بس. توالدا فهمت فوق خليتها. أيوة. طيب بس اني يوم انشغلت بالسوشيال ميديا صراحه صرفتهم، ما عاد عندي الاربعه. بما امانه بكل صراحه مين تحبين اكثر، انا ولا فارس؟ بالصراحه يعني بصراحه صراحه قدام متابعينك إيه؟ فارس. لان شكله لانه اصغر واحد. طيب خلاص خلاص ايش فيك حزين؟ لا من حزين خلاص خلاص انا اسف. لا خلاص خلاص احبك انت اكثر. لا ما ابي انا خلاص كيوت. طب فارس مين تحب اكثر، انا ولا ماما؟ انا ترى دائما اوديك البقاله. ماما اسفين المره الثانيه. لا خلاص خلاص انا تعب. طب فارس مين الجميلين؟ اسمعوا عندي تحدي. التحدي وشو؟ هذه تقريبا 25 ريال، اختاروا مكان او غرفه احط فيها الاماكن وانتم تدورونها، واللي يلقاها ياخذ نصيبه، اللي بياخذ 10 واللي بياخذ 25. فهمت فروسي؟ فهمت؟ ها غرفة فارس؟ طيب يلا أبدخل زين وبحط الخمسات، تدخلون كلكم تدورونها، أبحطها بأماكن واضحة، أوكي؟ خمسة. إي بس خمسة. يلا. بسم الله. 25 ريال، اصبروا. تدري ايش بسوي؟ بحطها بجيبي. اسمعني. إيش؟ وش فيه؟ ها؟ وش قلت انا؟ سمعت شيء فيه؟ بروح غرفتي والله. ايه يلا. والله لا عطى مكان لو يموتون عشان ما يقولون بجيبي. بطيح كذا. خلاص هونت من بحطها بجيبي عشان ما يكفطوني، فلذلك بحطها مكان تعجيزي عشان لو يقعدون يدورون اليوم ما يلقون. اصلا ما يطولون. اوكي يلا جاهزين. بسم الله تفضل. وشو؟ ما معي شيء والله. ها لقيتوا؟ ها يلا جوالي طاح بعد. جوالي والله جوالي طاح. حاس الغرفة كلها. لا 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 يا ربي. خلاص؟ لا. اوكي بكيفكم. هذا وشو؟ هذا وشو؟ ها؟ خلاص؟ أنا مو استسلمتي؟ أنا ما راح تستسلم. أبى أساعدك عشانك ما راح تستسلم. أوكي. عند ستارة هناك. مالك دخل أنت، مالك دخل. إذا أخذها أخذها. وين؟ لا خلاص. ايش تبيني انت؟ مستسلمة تعالي. ايش تبيني لين؟
لين انت مو مستسلمة؟ لا. ها وش تبين اجل؟ هذه فدا. وش فدا؟ زين وش؟ طيب وش المطلوب يعني؟ زيد الاوفر بيك. لا انا مالي دخل الله يخليك. استنى استنى. اي بس اي بس. جرب جرب. ممكن تعرف لا في احتمالات. اي بس مو بتعلمين علي كاراتيه الله يخليك. ما تعلمت عليك انا بقول اجرب الضربة عشان جيت اضرب احد. من دخل كاراتيه انت؟ انا؟ انا قوي؟ ها اي والله قوية. تعالي انا اجرب. انا اجرب تعالي. انت مش سوي لكم؟ طيب عادي عطني اياه ولا انت جاي ليش تلعب علينا طيب؟ ما لعب من قال لعبت عليك؟ تلعب علينا؟ ما لعبت عليك؟ جاي بسوي تحدي ولا... طب انت ما لقيتوه ايش اسوي لكم انا؟ طبعا لا خلاص تلعب علينا لعبت عليكم بشو انت دورتي وش صرخي على مين انت؟ مين؟ ايش فيك؟ شبر نص؟ لا لا لا, لا كم مره نقول الله حسبي الله على الكراتيه فارس وخر وخر يلا صدق صدق الحين لازم اني اعوضهم قبل ما اعوضهم بصدق بتحداهم ذا التحدي الحين خلنا نشوف بحطها واضحه هذه هنا واضحه اتوقع صح؟ اه يلا هنا اوكي بحط اوكي اوكي هذه خمسه هنا اوكي عشان تصير واضحه بس هذه بحطها كذا هنا حلو باقي كم ايوه بحطها هنا واضحه مره لا لا اوكي بحطها هنا بالارض ايوه باقي اخر خمسه بحطها اوكي بحطها هنا. يلا بسم الله بسم الله يلا بسرعه والله العظيم اني صدق حطيتها والله العظيم اتكلم معك جد والله بسرعه 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 اقسم ها ها لقى خمسه يلا يلا ها 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 لقى عشرة وانت لقيت خمسة يلا باقي يلا دوروا انا ما لي دخل يلا ها لقى خمسة انا ما لي دخل والله لين طلع فارس والله مجتهد انت من جامعة فارس عشرين طب عطني بشوفه ليه جامعة فارس الحين الصغير ذا فايز عليه اي بس يعني غريبه يعني مس وفلوس ومدري وش ومشغلات هنا تلعب علينا اي طيب اي واخر شيء معك خمسه